إلى الأستاذ أيمن السيسي نائب رئيس تحرير جريدة الأهرام عبر هذا الاتصال الهاتفي، نستوضح معه أيضا الأمور والتطورات في السودان. أهلا بك أستاذ أيمن، وأبدأ معك من حيث انتهيت مع سعادة السفير والوساطة الإثيوبية. أين ترى موقف الوساطة الإثيوبية؟ إلى أي مدى ساهم في إخراج السودان من المشهد الحالي؟ يعني أعتقد أن الوساطة الإثيوبية هي يعني إلى حد ما بتضمن يعني شكل غير مخجل للطرفين، لأن الطرفين وصلوا إلى مرحلة من انسداد الأفق وانسداد القنوات. فيعني وجود الوسيط الأثيوبي قد يعمل على يعني مداراة الأمر بينهم والإسراع في الحوار، لأنه كلا الطرفين الحقيقة في احتياج للحوار. السودان بشكل عام محتاج إلى أن تكون هناك حكومة مدنية سريعة، لأن السودان مقبلة على مجاعة. الوضع الاقتصادي في السودان صعب جدا، يزيد صعوبة مسألة العصيان المدني، وإن كان للقوى التغيير حق في أنهم بيضغطوا أو شايفين أن دي أداة ضغط على المجلس الانتقالي. المجلس الانتقالي أيضا لابد أن يجنب الشارع السوداني أحداث ويكون حازم في التعامل مع بعض الاتجاهات من بعض منتسب قوات الدعم السريع. الالتجاء إلى القيادات الحكيمة سواء في المجلس الانتقالي أو قوى الحرية والتغيير أو بشكل عام المدنيين الحكماء، وهم يعني أعتقد أن في كثير من المدنيين الحكماء مش موجودين داخل مكون الحرية والتغيير، فبالتالي الظرف صعب في السودان. يعني صعب على الوساطة الإثيوبية أن تنزع فتيل الأزمة السودانية. أنا بصراحة أنا شايف أن يعني قد الوساطة الإثيوبية قد تؤجل الانفلات والانفجار ما بين الطرفين، لكنها لا تستطيع أن تنزع فتيل الأزمة السودانية. شكرا لك أستاذ أيمن السيسي نائب رئيس تحرير جريدة الأهرام، شكرا لك.